بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة سلموني تريدنج. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أنماط شموع الدوجي، دوجي كاندلستيكس. رقم واحد فول برايس دوجي ناتشرال، رقم اتنين جرافستون دوجي، بيريش دوجي، رقم تلاتة دراجون فلاي دوجي، بوليش دوجي، رقم أربعة دوجي ستار أو نورمال دوجي، رقم خمسة لونج ليج دوجي كونفيجن. فيه طول الزيول العليا والسفلى مختلفة حسب السوق. ملاحظات عامة على شمعة الدوجي. واحد دوجي كلمة يابانية تعني الشيء نفسه. اثنين هي شمعة يكون فيها سعر الفتح يساوي سعر الغلق يساوي أدنى سعر يساوي أعلى سعر. ثلاثة هي شمعة بلا جسم أو جسم ضئيل جدا، وقد يختلف طول الزيول العليا والسفلى على حسب السوق ولون الشمعة غير مهم. أربعة للدوجي أربعة أشكال تختلف باختلاف مكان سعري الفتح والغلق بالنسبة لمدى السعر. والشرطة اللي هو دوجي الشرطة اللي هو فيه فور برايس دوجي تحدث عندما تتساوى أسعار الجلسات الأربعة، الفتح الغلق أعلى سعر يساوي أدنى سعر. عندما تتساوى جلسات هذه الأسعار الأربعة تحدث فور برايس دوجي. خمسة الدوجي بمفرده من أهم الأشكال في الشموع اليابانية، حيث يكون مع الأنماط الشمعية المركبة مع أكثر من شمعة. ستة ظهور الدوجي بعد رحلة صعود طويلة وحادة للأسعار معناه أن السوق قد دخل مرحلة غامضة لا يستطيع أحد أن يفهمها إلا أهل الخبرة في عالم التداول. رقم سبعة المتداولون في هذه الحالة يكونون حائرون غير متأكدين من إمكانية مواصلة الأسعار في نفس اتجاه الحالي أم أن السوق سوف يعكس اتجاهه. تمانية في هذه الحالة أي في حال ظهور الدوجي دليل على توازن قوة الثيران اللي هم البولش مع قوة الدببة اللي هم البريش، حيث الثيران هم المشترين بولش والبائعين هم الدببة بريش، والعكس صحيح. رقم تسعة ظهور الدوجي بعد رحلة هبوط طويلة أي عندما يكون اتجاه الأسعار نزوليا أيضا معناه أن السوق قد دخل مرحلة غامضة لا يستطيع أحد أن يفهمها إلا أهل الخبرة في عالم التداول. عشرة المتداولون في هذه الحالة يكونون حائرون غير متأكدين من إمكانية مواصلة الأسعار في نفس اتجاه الحالي أم أن السوق سوف يعكس اتجاهه. حداشر أيضا هذا الشكل يدل على توازن قوة الثيران اللي هم المشترين بلش مع قوة البائعين اللي هم الدببة بريش. اتناشر الشمعة وحدها لا تعبر عن شيء من حيث البيع أو الشراء. 13 عندما تظهر هذه الشمعة يجب التعامل معها في ضوء الشموع التي تظهر معها. 14 المتداول التقني يقوم بالاستفادة من ظهور هذه الشمعة بعد ربطها مع شموع الاتجاه السابق. 15 ويقوم من خلال هذا الربط بعمل التحليل الفني المناسب حتى يتوقع الاتجاه القادم في السوق، حتى يتمكن من اتخاذ القرار المناسب سواء بالبيع أو بالشراء في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. 16 شمعة الدوجي إذا تكونت بعد شموع كثيرة في الاتجاه الصاعد فهذا معناه أن الاتجاه التالي احتمال الهبوط فيه يكون بشكل كبير جدا، والعكس صحيح. 17 شمعة الدوجي إذا تكونت بعد شموع كثيرة في الاتجاه الهابط فهذا معناه أن الاتجاه التالي احتمال الصعود فيه
يكون بشكل كبير جدا. 18 إذا ظهرت بمفردها أي شمعة الدوجي دون ارتباطها بأشكال الشموع المعروفة كما في الشوبي ماركت، فلا يوجد توقع لحركة الأسواق في هذه الحالة سواء بالهبوط أو بالصعود. 19 وتأخذ شمعة الدوجي الأشكال الآتية. 20 مع ملاحظة أنه في حالة ما إذا كانت طويلة نسبيا أي شمعة الدوجي، فإن الشمعة في هذه الحالة تسمى لونج ليج الدوجي أو دوجي الكبير أو شمعة الدوجي ذات الساق الطويلة. بغض النظر عن لون الشمعة فإنها تكون بظل علوي طويل وظل سفلي طويل والظلان متساويان تقريبا، وهذا ما يخص شمعة لونج ليج الدوجي. واحد وعشرين وأيضا يجب ربطها بالشموع التي قبلها حتى نتمكن من توقع الشموع التي بعدها. 22 تخبرنا شمعة لونج ليج الدوجي، الدوجي الكبير أو الدوجي ذا الساق الطويلة، تخبرنا الشمعة بأن سعر الإغلاق قريب جدا جدا من سعر الفتح، وتخبرنا الذيول الطويلة أن المتاجرة كانت لمدة طويلة. في تعبير صريح وواضح عن حالة التردد عند كل من البائعين والمشترين، وهذا يعني أن المتاجرة كانت في أعلى الأسعار وفي أقل الأسعار ولكنها أغلقت قريبا من سعر الفتح. 23 ومن ضمن أنواع شمعة الدوجي شمعة الدراجون فلاي دوجي وترجمتها الدبور الطائر كما بالشكل. دي شمعة بوليش، يعني بوليش كاندل ستيك دراجون فلاي دوجي. هذه الشمعة كما قلنا لها ظل سفلي طويل وليس لها ظل علوي إطلاقا، وهذا يعني أن سعر الفتح يساوي أعلى سعر يساوي سعر الغلق، وتكون في العادة على شكل حرف تي، وهي تعبر عن أن البائعين اللي هم الدببة البوليش كانوا هم الذين يسيطرون على الجلسة، لأن الشمعة اختبرت المستويات السفلية للسوق لكنها فشلت في الإغلاق عند سعر أقل من سعر الفتح، فعادت إلى سعر الفتح وأغلقت عنده. وتفسير ذلك أن المشترين اللي هم التيران قاموا بدفع السعر الأعلى فعاد السعر وأغلق في أعلى عند نفس سعر افتتاحه من جديد. 24 السؤال المهم هنا، كيف تستخدم شمعة الدوجي في التحليل الفني من قبل البائعين أو المشترين؟ شمعة الدوجي تحكي لنا قصة العرض والطلب، فهي تقول العرض والطلب بدأ في التساوي أو التقارب، وربما قد يحدث تغيير محتمل في الاتجاه، مع ملاحظة أن شمعة الدوجي وحدها لا تكفي كما قلنا لمعرفة إذا كان الاتجاه سوف يتغير أم لا. فإذا كان الاتجاه صاعدا أب ترند وجاءت الشمعة السابقة لشمعة الدوجي خضراء وطويلة، المتوقع في هذه الحالة هو حدوث هبوط في الأسعار، وذلك لأن ضغط المشترين في السوق يضعف ويقل، ويسمى النمط في هذه الحالة إيفنينج ستار دوجي. أما إذا كان الاتجاه هابطا داون ترند وجاءت الشمعة السابقة لشمعة الدوجي حمراء وطويلة، فإن المتوقع في هذه الحالة هو حدوث ارتفاع في الأسعار، وذلك لأن ضغط البائعين في السوق يضعف ويقل، ويسمى النمط في هذه الحالة مورنينج دوجي ستار. 25 وعلى هذا الأساس فإن نجمة دوجي الصباح مورنينج دوجي ستار هو نمط سعري شبيه بنجمة الصباح، تأخذ فيه النجمة في اليوم الثاني أو في الجلسة التالية شكل الدوجي. يجب أن تتذكر أن نجمة الصباح اللي هي مورنينج ستار هو أيضا نمط سعري عاكس للاتجاه الهابط، ويتكون من ثلاث شمعات، الأولى جسم أحمر طويل، الثانية نجمة عبارة عن جسم صغير يبتعد عن الشمعة الأولى بحيث لا يتلامس الجسمان، والثالثة خضراء يأتي إقفالها بداخل الشمعة الأولى. 26 وكذلك نجمة دوجي المساء إيفنينج دوجي ستار هو نمط سعري شبيه بنجمة المساء، تأخذ فيه النجمة في اليوم التالي أو في الجلسة التالية شكل الدوجي. تذكر أن
نجمة المساء إيفنينج ستار أيضا هو نمط سعري عاكس للاتجاه الصاعد، يتكون من 3 شمعات، الأولى جسم أخضر طويل، الثانية نجمة عبارة عن جسم صغير يبتعد عن الشمعة الأولى بحيث لا يتلامس الجسمان، والثالثة حمراء بداخل الشمعة الأولى. 27. كيف نستفيد من شمعة الدوجي في التداول؟ رقم 1، شمعة الدوجي إذا ظهرت وحدها كما قلنا بدون ارتباطها بأشكال الشموع المعروفة فلا يوجد توقع لحركة السوق سواء بالهبوط أو بالصعود، وغالبا ما يكون ظهورها بمفردها في الشوبي ماركت. 2، شمعة الدبور دراجون فلاي دوجي ظهورها يعبر عن أن البائعين اللي هم الدببة البولش يسيطرون على الجلسة، لهذا فإن الشمعة اختبرت المستويات السفلية للسوق لكنها فشلت في الإغلاق عند سعر أقل من سعر الافتتاح، وذلك لأن المشترين قاموا بدفع السعر الأعلى فعاد السعر وأغلق في أعلى عند نفس سعر افتتاحه من جديد. رقم 28، كما نرى على الرسم إيفنينج دوجي ستار، هذه الشمعة شمعة دوجي المساء تعبر عن توازن بين البائعين والمشترين، الشمعة الحمراء التي تليها شمعة عاكسة للاتجاه السابق تسمى شمعة تسريع القمم الحمراء، وتليها شمعة تصحيح خضراء تسمى شمعة تسريع القمم الخضراء، تؤكد على احتمال هبوط الأسعار بشكل قوي. قبل الإيفنينج دوجي ستار يكون الاتجاه صاعدا، وبعد ظهور الإيفنينج دوجي ستار يكون الاتجاه هابطا. 29، كما بالرسم مورنينج دوجي ستار شمعة دوجي الصباح، هذه الشمعة عاكسة للاتجاه قبلها إذا كان الاتجاه هابطا كما بالرسم فإنه يكون بعدها الاتجاه صاعدا. وفي النهاية أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.